فضيلة الشيخ عطية، إذا حصل نزاع بين الزوجين وحكم للزوج على زوجته الناشز والهاجرة لبيته بعودتها إلى بيت الزوجية حتى تحق النفقة تبت على الزوج، فقد يحصل أن يعد لها الزوج بيتا غير لائق تعاني منه الزوجة كثيرا حتى تفتدي نفسها منه ويطلقها في مقابل ما يفرضه عليها، فهل هذا الوضع يوافق عليه الدين؟ إن هذه الصورة لا يوافق عليها الدين، فالزوج الذي يقوم بذلك لا يرضى هذا لنفسه ولا لبنته ولا لأخته، والله سبحانه يقول: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، إن هذه المعاملة تتنافى مع قوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والله أعلم.